شلون ممكن نطور الطوبة يعني أو كرة القدم؟ شلون ممكن يعني اليوم مثلا نشوف اليابان ونشوف الفرق المتطورة اليوم شلون ممكن نحتدي بها ونسوي فريقنا نمو يعني مثل ما هذه الفرق مثل اليابان؟ إيه يعني فعلا ده هو شوف احنا يعني ها لازم خطط بعيدة المدى يعني اهتمام بالفئات العمرية الفئات السنية عمل دوري جيد عمل فرق رديف صالم هواي يشتغلون لحد الآن ما مو ضمن الطموح اللي يشتغلون بس مو ضمن الطموح يعني مثلا دوري الفئات العمرية ما منتظم عندنا بكثير من الإشكالات يعني يجب أن تكون القاعدة كبيرة واسعة.